شنو هي حكاية علي زهر؟ صحيحة مي صحيحة أنت قلن أنا بيدي نسل أنا بيدي نسل في روحي معناها شنو إيش معناها فهمتني أنا برحك معناها نسل إيش معناها كيفاش كيفاش ركبت لك هي؟ ما أنا بيدي بالرسمي خاطر مانيش حاسبها جملة الحكاية هذيك خاطر شنو هو اليوم خاطر في 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 بلادنا فهمتني ماك تعرف في بلادنا خاصة التونسي التوانسة معناها فهمتني مش معناها ما نحكيش على التوانسة نحكي على العرب بصفة عامة معناها فهمتني ما يقولكش ولا عمل مجهود تي ليه زهر كمان توا اليوم مثلا ما نحكيش علي أنا بيا أنا تعديت في كارييري وفيه وكل شيء عصام جمعة أخويا أحسن هداف هداف تاريخ المنتخب التونسي فهمتني هاوك أخويا فهمت ديما دي تركب دي تركب لاتاكون باش تفهم انا باش تعرف فهمتني صحيح ما يقولكش والله يعطيه الصحه خي يخدم على روحه يجي انت كي تقول عليا الحكايه هذيك يجي اخوي انت ترينا معايا بريود ولا ترينا مع جماعه عصام جمعه ولا ترينا مع اي واحد تقول عليه حتى الزهر ما يمشيش للناس الكل راه انا ما تخدم انت يا روحك باش نعطيك حاجه باش نعطيك حاجه انا كان جيت مزهار فهمتني ما تغيبش على قدس راني صحيح فهمت صحيح.